السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سليم فتوح مع برنامج واتس أب سندر برو، مع ميزة جديدة وتحديث جديد إن شاء الله يكون مفيد لكل المشتركين بإذن الله تعالى. التحديث الجديد ببساطة أوتر بلاي أو الرد التلقائي. فكرته ببساطة إني أنا أخلي البرنامج هو اللي يرد من نفسه على العملاء اللي بيرسلوني. طيب هيرد من نفسه من دماغه؟ لا، انا اللي هبقى مديله الردود. فكره الرد التلقائي ببساطه ان العمل مهما كان مجالي اللي انا شغال فيه، ان كنت عم بشتغل بالعقارات او بالشاليهات او عم بشتغل بالسيارات او عم بيع اي منتج او حتى عم اقدم اي خدمه، مع الوقت انت بتبقى حفظت ردود الناس. يعني الناس بتتصل بتسال عن شيء معين، بتسال عن سعر، بتسال عن تفاصيل، بتسال عن عنوان، بتسأل عن طريقة تواصل، أيا يكن مهما كان المجال اللي انت شغال فيه، هتلاقي انه الردود او كلام الناس خلاص بقت حافظه، الردود بقت جاهزة. فانا بجي لهون على البرنامج على ميزة الاوتو ريبلاي، وببتدي اضيف ريبلاي من زر اد ريبلاي. الرد عبارة عن كلمة والرد تبعها، بمعنى بقول للبرنامج كلمة السعر أو سعر، تمام؟ الرد تبع كلمة السعر، السعر مثلا هو مثلا كذا وكذا أي يوم، تمام؟ طيب رد تاني، لو العميل رد سأل على كلمة تفاصيل، تمام؟ يبقى رد عليه وقول له التفاصيل هي تمام. الفكرة اني انا بعطيله او بديله اكتر من كلمة، انا متوقع انه الناس ردود الناس فيها الكلمة دي، فهو بيرد عليه على الناس على حسب رد العميل، على حسب رد الناس. بمعنى ان لو العميل رد والرد تبعه كان بيحتوي على كلمة سعر، فرد عليه بالرد السعر هو كذا وكذا الف. لو رد العميل بيحتوي على كلمة تفاصيل، فرد عليه وقول له التفاصيل هي كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب لو رد العميل في الكلمتين مع بعض، هيرد عليه بالردين مع بعض. طيب لو رد العميل ما كانش فيه ولا كلمة من دول، هيرد عليه ايه؟ اما مش هيرد خالص، او هكتب له هنا في قسم الديفولت ريبلاي رد عام، بقى يكتب مثلا سنقوم بالرد عليك باقرب وقت ممكن مثلا. فبالتالي لو رد العميل في اي كلمة من الكلمات الموجودة بقائمة الردود، هيرد عليه بالرد الخاص به. اما لو ما فيش ولا كلمة، يبقى هو هيرد عليه رد عام. طيب تعالوا نجرب تحت check replies every 2 ثانية، يعني كل ثانيتين هيبص على الشات، هل في ردود جت ولا لا. في ردود هيروح رادد، ما فيش ردود خلاص هنقول له start، هو كده بيتفحص، تمام؟ انا هبعت رد من رقم تاني، كلمة او جملة كم السعر، تمام؟ رد عليه السعر هو كذا وكذا، الرد اللي انا كاتبه هون، وبنفس الوقت جاب لي بالقائمة اللي فوق ان الرقم الفلاني رد علي والرد تبعه كان كم السعر. طيب هكتب له مثلا طيب التفاصيل البرنامج رد علي وقال لي التفاصيل هي، وبنفس الوقت جاب لي الرقم رد وقال طيب التفاصيل ايه. طبعا الميزة جدا مفيدة مع الردود الكتير من قبل الناس اللي هي بتعمل شكل روتيني، نفس الكلام بيتقال، نفس الكلام بيتكتب. فانا هنقدر نستفيد من هذا، من هاي الميزة بهذا الشكل. طب لو انا خلينا نجرب الرد العام مثلا، اي كلام، فالبرنامج المفروض يرد، هو رد عليه سنقوم بالرد عليك باقرب وقت ممكن، اللي هو الرد اللي هو ديفولت ريبلاي، تمام؟ هقول له ستوب. انا عن طريق هاي الميزة كمان
ممكن اعمل ممكن اعمل بوت، ممكن اعمل بوت خاص بالواتساب، بمعنى مثلا اكتب له، اكتب في الرد العام بمع اي حد هيكلم الرقم اهلا بحضرتك بشركة كذا كذا كذا، لمعرفة الاسعار ابعت 1، لمعرفة التفاصيل ابعت 2، لمعرفة العناوين العنوان مثلا ابعت 3، تمام؟ فاي واحد هيكلمني على هذا الرقم هيروح ردد عليه بهذا الرد، وبالتالي اي لو هو حابب يعرف الاسعار هيبعت 1. هنيجي نحن نضيف مثلا كلمة واحد السعر هو مثلا 100 جنيه، تمام؟ وهنضيف 2 ونقول له التفاصيل هي كذا، اد هنضيف 3 هنقول له العنوان هو تمام، قول له ستارت. هرجع اكلم من نفس الرقم، او تعالوا نجرب الرقم تاني، نجرب الرقم تاني، هنقول له مثلا السلام عليكم، هتلاقي البرنامج رد علي اهلا بحضرتك بشركة واتساب سندر برو، لمعرفة الاسعار ابعت 1، لمعرفة التفاصيل ابعت 2، لمعرفة العنوان ابعت 3. طيب انا عايز السعر 1، السعر هو 100 جنيه. طيب عايز التفاصيل 2، التفاصيل هي. طيب عايز العنوان، فانت بتقدر تعمل بوت عن طريق ميزة الاوتر بلاي. وإن شاء الله التحديث يكون عجبكم. كان معاكم سليم فتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.